التلفزيون العربي. منك لابد أن أنتقل إلى طهران وإلى مؤتمر صحفي يعقده نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية. وروح التحدي لشعبنا الفلسطيني لآلة البغي والعدوان. نزف لأمتنا ولشعبنا الفلسطيني ولكل أحرار العالم استشهاد رئيس المكتب السياسي الأخ القائد إسماعيل هنية رحمه الله وتقبله الله في عليين، وأيضا أحد مرافقيه الأخ المجاهد وسيم أبو شعبان أبو أنس الذي كان بجواره حالة الاستهداف. نقول اليوم ونحن نزف لأمتنا هذا الخبر بقدر ما وقع علينا وقعا أليما، لكننا مسلمون بقدر الله الذي قال في كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبكل اعتزاز، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزف اليوم الأخ القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الأسبق الفلسطيني لحكومتين متتاليتين في العقدين الماضيين. هذا الأخ المجاهد العالم الحافظ لكتاب الله الورع التقي النقي الخفي الذي لا نزكي على الله أحد وهو في جواره الآن، الذي بذل حياته من أجل دينه ومن أجل قضيته ومن أجل وطنه، عاش مجاهدا، عاش سياسيا بارعا، عاش نقابيا مفعما بالحيوية والنشاط، اعتقل في سجون الاحتلال وتقلد في الإبعاد وذهب هنا وهناك. كل هذه الحياة لم تثنيه لحظة أن يواصل الطريق خدمة لوطنه وقضيته وأمته. إننا اليوم وإذ نفخر بأخينا القائد إسماعيل هنية، إننا نغبطه على هذه الشهادة، فلقد قضى نحبه على خير العمل في ظروف استثنائية، لكننا نحن وشعبنا وأمتنا افتقدناه. هو فاز بالشهادة، فاز بالجنة، ونحن افتقدناه. لكن حركة حماس وشعبنا الفلسطيني الذي يمتضي صهوة المقاومة منذ 76 عاما في الدفاع عن قضيته ووطنه لن يوقف مسيرة المقاومة لا استشهاد قائد ولا عشرة ولا غير ذلك. فمسيرة الإجرام الصهيوني التي طالت قيادات كثيرة من شعبنا الفلسطيني ما زادت مقاومة شعبنا إلا إصرارا وعزة. ولقد كانت حركة حماس على ذات الطريق، قضى نحبه عشرات من قيادات الحركة الأولى، رأسهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، وآخرهم ولن يكون أخيرهم الشهيد القائد إسماعيل هنية. نقول أيها الإخوة إن هذا الحدث بقدر ما هو أليم، لكننا نقول بكل اعتزاز ونحن نودع قائدنا اليوم ونودع رئيس حركتنا، ونحن نطمئن شعبنا ونطمئن أمتنا ونطمئن المحبين. أولا، هذا الحدث الأليم الجلل لم يكن حدثا استخباريا أو شيئا كبيرا يمكن أن يتباهى به العدو الصهيوني الذي نفذ جريمته، لأن الأخ المجاهد إسماعيل هنية هو رئيس المكتب السياسي، وهو كان يتواصل ويلتقي قبل استشهاده بلحظات مع وفود من الزوار وهنا وهناك، وهو في مكان عام في بيت ضيافة هنا في الجمهورية الإسلامية، اعتاد أن ينزل هو وغيره من زوار الجمهورية الإسلامية، فلم يكن في مكان سري ولم يكن بعيدا عن الأضواء، إنما كان في ضيافة رسمية وفي زيارة رسمية توجت
بالعشاء الذي كان بالأمس مع جميع من شاركوا في تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بشكشان. لذلك أيها الإخوة، إن حالة توجيه أن هذا فعله الاحتلال ويعتبر إنجازا عسكريا أو أمنيا أو استخباريا هذا عار عن الصحة. لكن لماذا فعل العدو الصهيوني ذلك؟ فعله لسببين. السبب الأول، العدو الصهيوني حاول من أول طوفان الأقصى أن يعزل المقاومة وأن يصفها بأوصاف كثيرة لتكون في عزلة في العالم، لكنه تفاجأ أن القائد إسماعيل هنية يتنقل في عواصم عربية وإسلامية كثيرة، يتنقل من روسيا إلى ماليزيا إلى إيران إلى قطر إلى مصر إلى تركيا إلى لبنان إلى الجزائر إلى موريتانيا إلى المغرب، وإذا بهذه الحركة المقاومة وغيرها من الحركات التي حاول العدو الصهيوني أن يصمها ويصفها بأوصاف متعددة تتحرك في العواصم ويستقبلها أساس هنا وهناك. فغاض ذلك الاحتلال، ومما غاضه كثيرا هذه التظاهرة السياسية التي شهدها القائد إسماعيل هنية بالأمس. القائد إسماعيل هنية بالأمس كان في وسط تظاهرة سياسية في إيران في تنصيب الرئيس الإيراني بين عشرات من الساسة الدوليين والعرب والمسلمين، وكان إسماعيل هنية يتوسطهم والكل في حالة ترحاب واحتضان وأخذ الصور معه هنا وهناك. لذلك هذه الصورة أبطلت على الاحتلال مقولة أن المقاومة معزولة وأن المقاومة لها صفات هنا وهناك. لذلك باعتقادنا أن هذا الغيظ الذي كمده الاحتلال أراد أن يفرغه بشكل مباشر. أما السبب الثاني فهو هذا الاحتلال الإجرامي البغيض القاتل الذي لم يفلح إلا في القتل والتدمير وقتل الأطفال وتدمير البيوت والمساكن والمزارع، هو يتحدى العالم اليوم. الكيان الصهيوني اليوم مسعر حرب، يريد أن يحرق المنطقة بالكامل، ولذلك هو أراد أن يضرب في لبنان وأن يضرب في إيران، وهو يعلم أن إيران ولبنان والمقاومة لن يمرروا له هذا الإجرام إطلاقا، ولن تمرره مقاومتنا ولن تمرره كتائب القسام. ولذلك نحن نقول إن فعل العدو الصهيوني اليوم هو لإشعال المنطقة بالكامل. العدو الصهيوني يريد أن يشعل المنطقة ليهرب إلى الأمام لأنه فشل في تحقيق أهدافه، فماذا يفعل؟ لذلك قلنا مرارا أنه يراوغ، فلا يريد اتفاقا ولا يريد صفقة ولا يريد غير، إنما يريد أن يبقى العدوان هنا وهناك رغم أنه فشل. فماذا يفعل؟ يهرب إلى الأمام بالقتل والتدمير وغير ذلك. وهذه مسؤولية العالم اليوم، مسؤولية العالم الذي يريد أن يحافظ على الأمن والسلم الدوليين. أين العالم اليوم الذي يكيل بمئة مكيال؟ أين العالم اليوم ليكبح جماح هذا الكيان المارق؟ لذلك هذان السببان دفع الاحتلال الصهيوني ليفعل جريمته، خاصة في إيران لأنه يعلم أن الجمهورية الإسلامية وفصائل المقاومة وجبهات المقاومة لن تمرر له هذا. وقد استمعنا كل المقولات من سماحة القائد وغيره وهم يتوعدون بالرد على هذا العدوان الذي حدث على أرض الجمهورية الإسلامية. إن الكيان الصهيوني جدير بأن يعزل وجدير بأن يطرد وجدير بأن يدفع ثمنا غاليا على جريمته البشعة التي يواصل عليها. أيضا نطمئن أمتنا وأهلنا وشعبنا بقدر الألم على فراق الأخ القائد إسماعيل هنية الذي صحبناه عشرات السنين وتعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة، وبهذا السمت الذي اتصف به إسماعيل هنية، إلا أننا نقول لكم أيها الإخوة يا أمتنا اطمئنوا، اطمئنوا على خيارنا. فحماس والمقاومة هي ماضية على استراتيجية واضحة وضعت في مؤسساتها المتعددة، لا تنحرف لا باستشهاد ولا موت قائد ولا عشرة من القادة.
وبالتالي حسب نظامنا من سيحمل الراية بعد القائد إسماعيل هنية سيمشي على نفس الدرب. ونحن نعاهد أمتنا ونعاهد كل الأحرار أن نمضي على طريق المقاومة بأهدافنا الوطنية لكنس الاحتلال وإنهائه عن أرضنا وإعادة شعبنا اللاجئ من المنافي والشتات وإقامة دولتنا الفلسطينية الحرة وتقرير مصير شعبنا. هذه قضايانا العادلة وأهدافنا التي نسعى لها ونقاتل من أجلها وندفع الأثمان الغالية عليها. ونقول للأمة اطمئنوا، عهدنا معكم أن تبقى فلسطين قبلتنا السياسية وأن يبقى المسجد الأقصى قبلتنا لنقاتل نحن وكل الأحرار، نحن وكل الأحرار حتى نصل إلى أهدافنا. وإننا ورغم هذا الزهو الصهيوني وهذه العربدة الصهيونية، لكنها لا تخيفنا ولا تجعلنا نتراجع عن الطريق. نحن ماضون على خطى الأحرار، على خطى القادة، على خطى الشهداء حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وطبعا معي وأخي وحبيبي عضو المكتب السياسي الأستاذ زاهر جبارين، مسؤول الضفة الغربية ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس. دكتور، اسمح لي أن أحيي الصحفيين وزملائي الصحفيين في هذا الاجتماع. نستقبل بعض الأسئلة، البداية من حازم كلاس مراسل قناة العربي. تفضل. الله يجزيكم دكتور. شكرا. لو تسمح لي بسؤالين، السؤال الأول وهو سؤال لدى ربما كل المشاهدين والمتابعين، هل يوجد أي تفاصيل حول كيفية وقوع عملية الاغتيال؟ هذا سؤال يسأل لنا ونريد أن نوصل إجابة من خلالكم، كيف وقع هذا الاغتيال وهذا أدى إلى استشهاد الأخ إسماعيل هنية؟ السؤال الثاني، وكان يعني إسماعيل هنية قد قال دماؤنا ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدتم الآن على ذلك، ولكن بطبيعة الحال هو قيادي له تاريخ نضالي طويل. إضافة دماء إسماعيل هنية إلى دماء شهداء فلسطين ليس فقط بعد طوفان الأقصى، وإنما في تاريخ النضال الفلسطيني كله، ما الرسالة الآن التي يجب أن يوصلها فلسطينيا بالدرجة الأولى إلى الفصائل الأخرى حول الوحدة الفلسطينية، حول رد الصدع، حول ضرورة توحيد الخيارات في هذا المسار، وأيضا إقليميا الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا؟ يعني دماء القائد إسماعيل هنية هي رسالة واضحة أن خيارنا مع هذا العدو هو الدم والمقاومة، ولا يجدي مع هذا العدو إلا المقاومة، وهذا هو الطريق الذي يمكن أن يوحد شعبنا عليه، لأنه ثبت للقاصي والداني أن هذا العدو لا يؤمن لا بحلول ولا يؤمن بحقوق ولا غير ذلك، ولذلك لا يجدي معه إلا المقاومة. هذا من جانب، ولذلك ترانا موحدون على هذا الخيار، وكل الخيارات الأخرى ثبت فشلها ولا مجال للحديث الكثير فيها. أما أمتنا فنحن نتطلع لدماء الشهيد إسماعيل هنية لما له من مكانة في الأمة، أن تعبر الأمة وأحرار الأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم عن حقيقة موقفهم من هذا الاحتلال، كيف يلجموه وكيف يحاصروه وكيف يؤدبوه وكيف يدفعوه الثمن، وهذا متروك لكل الأحرار ليعبروا عن أصالتهم. ونحن نعتقد أن الإنسانية فيها خير كثير، وأن هذا الذي يفعله الاحتلال إنما هو مقدمة لزواله إن شاء الله تعالى. أما الحادث يا أخي الكريم فهو ما حتى الآن ما هو ثابت بشهود من كانوا مع الأخ إسماعيل هنية، هو صاروخ
دخل إلى الغرفة التي كان فيها الأخ إسماعيل هنية وأصابه إصابة مباشرة، والآن ننتظر التحقيقات الكاملة من الجهات المعنية من إخواننا، لأنه المكان بفعل الصاروخ تم تدمير بعض الزجاج والنوافذ والأبواب وبعض الجدران، ولذلك واضح أن هذا الصاروخ لما يعني مشاهدات من كانوا معه في هذا البيت يشهدون من ذلك. أما باقي التفاصيل فنتركها للإخوة في الجمهورية الإسلامية من أهل الاختصاص، وقد يعني سمعنا أن المدعي العام قد عقد لجنة، وبالمناسبة منذ الصباح واللجان الفنية موجودة في الميدان تتابع هذا الأمر، ونحن على يقين أنهم سيصلوا إلى الوضع الطبيعي والحقيقي في كيفية وصل هذا الأمر. بماذا تطالبون الفصائل الأخرى الفلسطينية؟ بالتوحد على البندقية، على خيار المقاومة، هذا خيارنا. أنا قلت لا خيار أمامنا لغير ذلك. ماذا بقي للشعب الفلسطيني؟ العدو الصهيوني سلم الضفة الغربية للمتطرفين، العدو الصهيوني الآن أراد أن يهدم المسجد الأقصى، العدو الصهيوني لا يعترف لنا بحق، العدو الصهيوني أخذ قرار في الكنيست، قانون وافق عليه كل اليهود في الكنيست الإسرائيلي، ولم يعارضه ولم إلا العرب الموجودين. من صوت من اليهود أو امتنع أو غاب إنما هو موافق على شيء واحد، عدم وجود دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، يعني لا دولة فلسطينية. ولذلك ما دامت هذه النتيجة، إذا ما بقي لنا إلا أن نقاتل وأن ندافع عن حقوقنا وشعبنا إن شاء الله. نعم. نستقبل السؤال من مهدي عبد الصاحب من قناة العالم. نعم. بداية قدم محار التعازي للشعب الفلسطيني، وطبعا لمحور المقاومة وكل أحرار العالم باستشهاد القائد البطل أستاذ هنية. طبعا بالنظر إلى العلاقات التي ترابط بين إيران وفلسطين، ما هي الرسالة التي أرسلها استشهاد السيد هنية كفلسطيني في إيران؟ وما هي تبعات هذا الاغتيال على العلاقات الشعبين الإيراني والفلسطيني؟ طبعاً سؤال الأخير، بالنظر إلى الدور المهم للمكتب السياسي، هل تم اختيار بديل للشهيد؟ حسب القانون نعم، جارية في الأيام القادمة حسب القانون يتسلم مباشرة الأخ الذي يعني هذا الأمر، لكن مبكر أن نعلن على ذلك. إحنا الاستشهاد عندنا قانون وعندنا لوائح وعندنا نظام داخلي، لسه الاستشهاد لم يدفن الشهيد القائد حتى نبحث عن هذا الأمر. رسالتنا كما قلنا، إحنا من بداية هذا الطوفان قدمنا خيرة من قادتنا، الآن نحن نقدم في هذا الطوفان رئيس المكتب السياسي، وقبل أشهر اغتال العدو الصهيوني نائب رئيس المكتب السياسي في لبنان الشيخ صالح العروري ومسؤول الضفة الغربية. وبالتالي أنا قلت حتى لا نكثر الحديث، في هذه الحرب رئيس المكتب السياسي ونائبه استشهدوا بالعدوان الصهيوني، الإسماعيل هنية في طهران وصالح العروري في لبنان، فالدلالة الواضحة على أنه هذا خيارنا مع عدونا، يعني كما قالوا إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوب. نستقبل السؤال من مصطفى كاشاني من قناة RT الروسية. الله يسلمكم، شكرا على هذا الوقت والمقابلة. دكتور، من طرف نشاهد محاولة لهدنة ووقف الحرب بغزة من طرف دول أخرى ومن طرف الدول الخليجية، ومن طرف آخر سنشهد محاولات اغتيال الدكتور بطهران وكما تفضلت بمساعده ببيروت. ما هو مصير المفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار مع عدو الصهيوني؟ أخي الكريم، يعني مع الدماء والاغتيالات يصبح الحديث عن مفاوضات وهدن يعني من نافلة القول. نتنياهو كانت هناك ورقة معروضة وتبناها بايدن، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، فجاء نتنياهو وضع شروطا جديدة، وبالتالي نتنياهو لا يريد، هو وحكومته بالمناسبة لا يريدون الوصول للاتفاق، هم لا يريدون وقف العدوان، هم لا يريدون وقف، وبالتالي نحن قدمنا كل ما يمكن نقدمه من أجل شعبنا،
وعلى طريق التحرير والعودة وليس على طريق الاستكانة والانكسار، إنما نقوم نريد وقف العدوان عن شعبنا على طريق تحرير أرضنا وعودة شعبنا وقامة دولتنا، وليس نحن منكسرون. وبالتالي شعبنا ماضي ومقاومتنا قوية وجزلة وما زالت تؤذي العدو في غزة والضفة الغربية وفي كل مكان. ولذلك احنا ماضون نتنياهو، والكل يعلم والوسطاء يعلمون أنه وضع عراقيل ثم لم يتوقف عند العراقيل، هو لم يتوقف، احنا استمعنا قبل يومين الشروط الجديدة لكن ذهب إلى الاغتيال، ذهب الاغتيال وليس فقط ذهب الاغتيال لإثارة المنطقة بالكامل. نحن علينا ننتظر ماذا يحدث الآن. هو بالأمس ضرب في لبنان وقتل الناس وقتل في إيران، وبالتالي لابد أن يدفع الثمن قبل ذلك، وعلى حكومته الفاشية وعلى من يناصره أن يتحملوا هذه المسؤولية، وكل من ناصر هذا العدو الصهيوني من أول طوفان الأقصى عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية والإنسانية. التلفزيون العربي.